رح نروح بأولى محطاتنا فرح ونتعرف على فقرة اليوم، يمكن هو موضوع بهم كل صبية وكل سيدة، خاصة مع بداية تغير الفصول من الصيف للشتاء أو من الشتاء للخريف. تلجأ معظم السيدات لتقشير البشرة لحتى يتخلصوا من التراكمات طبعا اللي بيكون ترك الطقس والمكياج وما إلى ذلك، لحتى تتخلص من الخلايا التالفة وإنتاج جديد منها. اليوم تلجأ السيدات إلى التقشير المنزلي، شو الأضرار وشو التحذيرات وشو النصائح بنفس الوقت رح تعرفنا عليها ضيفتنا براء حداد كيميائية. يسعد صباحك براء، وأهلا وسهلا فيك. يا صباح النور، يا هلا. يسعد صباحك. اليوم كثير عنا أسئلة، وبالبداية بدنا نعرف شو هو التقشير بشكل عام وخاصة التقشير المنزلي. صحيح. صباح الإشراق والجمال. أكيد نحن بهي الفترة دائما وقت اللي بيخلص فصل الصيف ببلش عنا هم إنه نحن كيف نعالج آثار الصيف، سواء كان تأثيره السلبي على الشعر بسبب مياه الكلور من المسابح، أو بسبب التعرض الشديد لأشعة الشمس سواء كان من المسبح أو من البحر أو من خلال طلعاتنا اليومية يلي بتصير. بيصير عنا إنه نحن كيف بدي نظف بشرتي وكيف بدي خليها تستعيد الإشراق والنضارة وقيم هي التراكمات يلي سببناها نحن خلال هذا الفصل. كلمة تقشير أولا لازم أحط ببالي التوقيت المحدد، أنه أنا إمتى بدي زيل الخلايا الميتة المتراكمة على البشرة، إمتى بدي أقيم التراكمات الموجودة من تصبغات، من كلف، من نمش، من تعب. خلينا نقول أو أوقات كتير بفصل الصيف بعد جهد وبعد تعب بتلاقي ببلش عنا هاي الخطوط الرفيعة اللي بتبين حوالين التم وعند العيون شوي، أوقات بالجبهة. كل هذا نحن بنسميه تحت مسمى التقشير، فقط من أجل أنا أحصل على النضارة اللي بدي إياها وتوحيد اللون. هذا كتير بنسعى له، لأنه دائما بس نقول بشرة تعبانة الكل بينتبه أنه في عدة ألوان للبشرة. بتلاقي تحت العيون لون، حوالين الفم لون، حتى بتلاقي الفرق بين لون البشرة والرقبة. لذلك ببلش أنا عندي هذا الهوس. ليش منقول التقشير له وقت؟ لأنه أنا ما بقدر أعمل تقشير إزالة خلايا ميتة أو إزالة الطبقة الخارجية من البشرة والدنيا صيف. لا، مفروض أنا أعرف تماماً أنه راح الصيف، راح هذا الشوب، مشان حافظ على نقطة. شو هي؟ أنه أنا لما بزيل هاي القشرة الخارجية مجرد ما طلعت تاني نهار برا يكون الجو لطيف ومعتدل، درجة حرارة الجو ما تتجاوز من 17 لل 20، وبنفس الوقت لو كانت الدنيا شتوية أو جو خريف أنا بدي حافظ على تواجد الواقي الشمسي. طيب خلينا نسأل، اليوم في أنواع كتير للتقشير وأكيد كمان في أنواع البشرات، شو هي أنواع التقشير المنزلي اللي بتتناسب مع كل بشرة لحتى نعرف؟ اليوم يمكن كل الصبايا اللي عم يسمعونا ممكن يبلشوا يسجلوا هيك على ورقة وقلم شو هي النصائح اللي عم تقوليها. تمام. هلا نحن بهي الحلقة رح نحكي أكثر شيء على التقشير المنزلي، نحن ما رح نتطرق على التقشير يلي بيصير بمراكز التجميل أو بوجود طبيب مختص. يمكن ما في صبية ما بتقدر تحدد نوع بشرتها سواء كانت جافة أو مختلطة أو دهنية. في دلائل الدهنية بتلاقيها عم تلمع عند الجبهة والأنف والخدود، يعني بتلاقيها كلها عم تلمع، وللأسف بيكتر فيها حب الشباب ومشاكل الزيوان وغيرها. الجافة معروف انه دائما في تقشر، في مثل قشور او مسمين احنا اشب، بتلاقيه بيظهر كل فترة وفترة. المختلطة دائما حرف التي اللي هي الجبهة والانف والدقن بتلاقيها دهنية، بينما منطقة الخدود هي اللي بتكون الجافة. انا مجرد معرفة نوع البشرة انا قادرة فوت بمجال التقشير. النقطة الثانية بدي اقول، نفترض انا ما عرفت، طالما انا عم بعمل تقشير منزلي فمعناتها الموضوع جدا امن، لانه انا ما عم ادخل للعمق جدا. نحن عم نعمل تقشير دائما بالقشره الخارجيه وما عم نفوت للطبقات تمام. الداخليه جدا. التقشير له عدة أنواع، الخارجي أو العميق. برجع بقول أنا ما عم بحكي على اللي عم بيصير بالمراكز التجميلية. المراكز التجميلية لأنه بحاجة إلى أدوات، أوقات بتكون جارحة، أوقات بيكون في أشعة، هذا أنا بعيدة عنه. حاليا عم نحكي على شيء بسيط ومتوفر عند كل ستات البيوت. دائما نلجأ للتقشير أولا عن طريق أحماض الفواكه.
ما في ست بيت الا اللي بتقول عندنا قاعده، يعني احنا بنقول اللي باكله انا بقدر احطه على بشرتي، وصدقا هي المعلومه حقيقيه 100%. ليش؟ لانه كل الاغذيه التي اللي انا باخذها عن طريق الفم هي بنسميها نحن الى درجه حموضه، يعني البيئات تبعها حمضي تحت السبعه، بيئات تحت السبعه. طيب وانا بشرتي شو هي؟ دائما حمضيه، نحن البشره دائما حمضيه الا اذا كان في مثلا حب شباب او امراض ثانيه ممكن تصير للقلويه. طيب شو الفكره من انه انا عم حط اي نوع طعام على بشرتي؟ الفكره انه هذا الطعام اللي انت عم تاكله معناتها اذا حطيتوه على بشرتكم وخليتوه فتره نص ساعه معناتها انا ما عندي اي مشاكل الا اذا رحت فيها باخطار ثانيه. شو اهم المواد اللي انا بستخدمها للتقشير؟ معروف كلمه تقشير معناتها انا بدي ماده حمضيه لحتى اعمل فيها التقشير. دائما نلجا الى الليمون والبرتقال، هي اول تنتين. طبعا شلون انا بحافظ على بشرتي مشان ما يصير عندي الحروق من الحموض؟ الليمون وسطه حمضي جدا، درجه الحموضه تبعه يعني 2-2.5، فهي لاذعه شوي. فانا بقدر اخذ معلقه حمض الليمون مع معلقه برتقال بيعدلوا بعض، بحط لهم شويه مي عن طريق قطنة صغيرة، أنا بحطها بهذا المزيج وبحطها على كل أنحاء البشرة، بس طبعا ما منقرب حوالين العيون مشان ما يصير عندي هذا الالتهاب. بخليها أنا مثلا ربع ساعة لحتى شو إمتى بقول لازم غسل، بس حس إنه بشرتي كتير شدت ما عاد قادرة أحكي، أو بحس إنه الألم اللي فيها الوخز. من وين الوخز؟ من درجة الحموضة اللي إجت من المادة. ما بحب مثلا، أنا ما بحب الليمون نفترض هيك، بقدر اروح لنوع ثاني مثلا سكر مع جليسترين. هلا السكر ليش؟ لانه هي البلورات السكروز بتقشر الطبقه الخارجيه كلياتها، بس مشان ما اتجروح منها انا بحط لها مثل الكريم. الكريم اللي هو ليش انا بختار الجليسترين؟ لانه نقي، ما فيه مواد حافظة، ما فيه ملونات، ما نو كريم. الكريم بيكون فيه كتير مواد لحتى تعطيكي هذا القوام، بينما الجليسرين هو صرف نقي، لذلك هو رخيص جدا ومتداول بين الجميع. هاي نوع تاني من أنواع التقشير، أنا أخذت سكر مع جليسرين. حلاوة السكر والجليسرين بنعمل فيه تقشير للشفاه. تقشير الشفاه إذا بنعمله بشكل يومي بنحصل على نضارة الشفاه، بنحصل على اللون الوردي، حتى بنحس إنه صار في شوية انتفاخ. ليش؟ نتيجة ضخ الدم إلى كل أنحاء الشفاه العلوية والسفلية. كتار منا هلأ بيقول طيب والقهوة وين راحت؟ كمان القهوة اليوم دخلت بعالم التجميل. كتير من الناس بتقلك أنا ما بكب تفل القهوة عم استفيد منه. فعلا هي بتكون رطبة، كمان إذا بتحبوا تضيفوا زيت جوز الهند، جليسرين، يلي بتكون يا. كمان أنا باخذ القهوة وبوزع على كل أنحاء البشرة وبعد عن حوالين العيون. دائما نحن حوالين العيون ما بضيف تحت منهم أي شيء. ليش؟ لأنه بس منخاف على العين ما تلتهب، لأنه مثل فيها مواد بتسحب يعني وسط العين ممكن يسحب المواد ويسبب هذا الإحمرار. كل هدول تندرج تحت شيء اسمه التقشير المنزلي. يمكن تسألوني على الألوفيرا، أكيد الألوفيرا لابد من حضورها، وطبعا هي عبارة عن ورق جيل الصبار عم تنزرع بالبيوت حاليا بهي العلب الصغيرة. بس بعمل لها هي التقشير الخارجي، المادة الهلامية دغري بتطلع قدامي. في ناس بتضربها بالخلاط، في ناس بتضيف لها نشا لحتى ترفع اللزوجة، يلي بدنا اياه. الموضوع كتير سهل، بس نعمل له استمرارية إذا منحب يومية، إذا منحب مرتين بالأسبوع. نحن نختار التوقيت اللي بدنا اياه. يفضل يكون مساء قبل النوم، مشان نحن بعد منا نحط الكريم المرطب وما يكون عندي أي نشاط تاني إني أطلع برا أو يكون عندنا سهرة أو أي شيء تاني. تمام، كتير حلو هذا الحكي. بس لما في بعض السيدات يمكن عندهم ابتكارات أو وصفات، صحيح، بعضه من المواقع التواصل الاجتماعي والبعض نصيحة صديق وإلى آخره بتكتر هاي الوصفات، خلينا نحكي عن أبرز الأخطاء ممكن تكون تؤدي يمكن لحروق في بعض الأحيان 100% للبشرات. شو هي أبرز الأخطاء يلي لاحظتيها بالفترة؟ صحيح، الأخطاء كالتالي، أنه ممكن نستخدم مواد عشوائية. يعني أنا أحد الأصدقاء صبية عملت تقشير بحمض الخل، طبعا هون مشكلة كتير كبيرة. ليش؟ لأنه صار في لغط. حمض الخليك نحن بنسميه يستخدم في مراكز التجميل لكن بتراكيز صغيرة جدا وعن طريق جهاز، بينما أنا بالبيت أنا ما فيني استخدمه لأنه لاذع جدا ويسبب حروق. النقطة الثانية، ممكن الليمون بيحرق إذا أنا
حاطة كمية كتير كبيرة وما عملت له تمديد. أنا حكيت هلأ أنه أنا بقدر حط معلقة ليمون معلقة بردقان الوسط حمضي، لكن أنا ممكن ضف له لسه معلقة مي لحتى يتعدل وأنا أعمل تمديد للحموضة نحن بنسميها. وعن طريق قطني أنا بس بوزع، يعني أنت ما احتجتي ممكن 3 ميلي أو 4 ميلي من كل المسحوق تبعي. النقطة الثانية، في ناس بتعمل دمج، يعني مثلا بيجيبوا حمض الخل، بيجيبوا حمض الليمون، بيحطوا لك الباكينج باودر تبع الفوائد تبع اللي بنستخدمه نحن بالجاتويات. هذا شو بيعمل؟ أنا فيني استخدمه لكن مو بهذا الدمج مع المواد الحمضية. شو ليش الناس بتجيب الباكينج باودر؟ الباكينج باودر له شغلة كتير مهمة، انه نحن وقت اللي بندوبه بالمي بينطلق غاز ثاني اكسيد الكربون يلي بيساهم بتفتيح البشره. مو بهي الطريقه انا بحطه، اذا بدكم تحطوا باكينج باودر ما نخلطه مع الحموض، انا بحطه مع البيض مثلا. هي احد الامثله، طبعا هو متوفر عنا. مثلا لما انتم بتخفقوه مع البيض، انا اخذت بروتين من البيض، طبعا نحاول انه يكون الصفار اكثر من البياض. بوجود الباكينج باودر انا ساهمت بوجود غاز ثاني اكسيد الكربون، لما وزعته انا على البشره ثاني اكسيد الكربون ساهم بتفتيح مسامات البشره وخلت ماسك البيض انه يتوزع على البشره كامل لمده نصف ساعه بعدين بغسل. هذا احد الامثله، انا مو بالضروره انا اعمله، لكن نحن عم نحكي على المشاكل يلي عم بتصير بواسطه الخلط وغيره. كثير المشاكل تمام. نتائج مخيفه ببعض الاحيان. للاسف هي المشاكل انه دائما بعد التقشير بتلاقي حروق او بتلاقي مثلا تشكل لك نقط حمراء وبتصير معالجة. شلون بتصير المعالجة؟ اني انا رمم. لذلك بنقول لهم يعني اي صبية بدها تبلش اذا ما بتعرف تستشير. اذا مثلا ما حدا بيعرف ممكن نلجأ لطبيب مختص، وحتى الطبيب المختص دائما بيعطيكي وصفات تكون عندك بالبيت. يعني ما في يعني ممكن ما يقول لك روحي لعند مركز تجميل لحتى انت ممكن تدفعي او تتكلفي، لانه للاسف الوضع شوي خلينا نقول غالي نوعا ما. في نقطة بدي لكم إياها، كل نوع من الفواكه فيه نوع من الأحماض، مثلا العنب فيه حمض الطرطريك، أنا بقدر أعمل ماسك من العنب وآمن جدا. التفاح فيه حمض الماليك، كمان أنا فيني أعمل ماسك التفاح. كل هاي أنواع الفواكه أنا بقدر أخذ من كل مادة شوي شوي أضربها بالخلاط أعصرها والمي تبعها أنا حطها على البشرة. هذا بيسموه التقشير بأحماض الفواكه. أنا ببيتي عملته طبيعي، وبالمراكز التجميلية نحن بناخده الصناعي بيسموه حمض الجليكوليك اللي هو بيعبر عن أحماض الفواكه. طيب أستاذة براء، خلينا نحكي بما أنه أنت قلتي أنه في كتير أشخاص حتى اللي بيعملوا يعني يمكن تقشير منزلي، وفي تقشير اللي هو مراكز التجميل، بيضطروا بمرحلة من المراحل انه انا بدي رمم. هون خلينا نحكي شوي عن اللي بيروحوا على مراكز التجميل. بنعرف هنيك في ادوات، صحيح، وبالتالي ما عاد بس عم يشتغلوا على الطبقة الخارجية للجلد، هن ممكن يدخلوا للطبقات الثانية الداخلية. صحيح، الطبقات الداخلية هون بكون الخطورة. اذا شخص ما عرفان شو بشرته صح، او خليني اقول ان عمل له جلسة تقشير قاسية شوي او خاطئة، شو النصائح اللي بتنصحيها وشو الاشارات لحتى يعرف انه ممكن حدا يقول له لا هيك تمام عادي ما تتضايق او تحس انه في شيء؟ لا هذا طبيعي، هلا بعد يومين بتصير امورك تمام. فخلينا نعرف انا شو الاشارات اللي بقول لا هذا اللي عملوا لي اياه ما بيناسب بشرتي. تمام. هلا دائما بعد التقشير بدها تظهر العلامات الحمراء، هي نوعا ما بتدل على النضاره بس ما تطول. بتلاقي وجه احمر كثير، ليه؟ نتيجه انه تقشير الطبقه الخارجيه ومشان تعزيز الكولاجين بالبشره. طيب انا وقت اللي بحس انه هي الندب الحمراء استمرت اكثر من 4-5 ايام، هي اول اشاره. النقطه الثانيه الالم. ما في صبية بتعمل تقشير ليزري أو بالميزوسرابي أو الكربوني أو غيره إلا في شوية ألم. هذا اللي بيصير إذا استمر الألم عندي أكثر من 3 أيام 4 أيام، هذا ما بيصير، معناته أنا وصلت تماما وصلنا للطبقات العميقة من البشرة، وأنا هلا صار بدي أعالج. العلاج أولا ما بطلع على الشمس نهائيا. لما اللي بطلع على الشمس وانا عامله التقشير، حطوا ببالكم 100% رح ترجعوا على بيوتكم وتشوفوا هي التصبغات الصغيره الموجوده بشكل كثير ناعم. اول مره اول يوم هيك بتظهر، ثاني يوم بتبلش بتكبر. انا للاسف بدل ما عم عالج صار عندي مرض ثاني، صار عندي التصبغات ممكن تتطور لنمش، ممكن كلف.
كل هذا ممكن ان احنا للاسف نحس فيه، وكل بنت حسب طبيعه بشرتها. معناتها اول شيء انا بمتنع عن الطلعه برات البيت، ثانيا ما بستخدم اي كريم سوى كريم الترميم اللي نحن معروف عندي هو البانتينول او الفيتامين ا. كريم انا بس بروح على الصيدليه بجيب الكريمات اللي فيها فيتامين ا او البانتينول، هذا من اهم المرممات. النقطة الثانية، إذا حبيت أنا أعالج بطريقة متقدمة بجيب زيوت طبيعية 100%، زيت جوز الهند، زيت اللوز الحلو، زيت البابونج. هي الزيوت بتهدي البشرة، بتخليها رايقة. إذا أنا عندي هي التهيجات بتعملها مثل حالة سكون دائم. فلمدة 10 أيام بحاول أنا لا بطلع على الشمس، حتى يعني أي صبية إن شاء الله ما حدا بيوصلها، اي صبيه بتكون عم تشتغل او هيك تحاول قدر الامكان ما تطلع. اذا اضطر الامر انك كثير تطلع تلبس طاقيه وتسمك طبقه الواقع الشمسي، كل ساعتين تحط واقع شمسي بس لحتى تعمل حمايه للطبقه الخارجيه للبشره، بس لحتى نوعا ما تروق البشره وتهدى وتتعالج. برأى كثير من الصبايا بيسألوا ان احنا قبل ما نعمل تقشير سواء بالبيت او حتى مراكز التجميل، شو هي الخطوات يلي بنعملها قبل نجهز تمام حالنا وبشرتنا، وشو هي الخطوات بعد؟ وهي خطوات كثير مهمه. تمام. اول شيء مثل ما حكينا موعد التقشير سواء منزلي او خارجي، دائما موعد التقشير المنزلي نحن انا دائما افضل تعملوه يا جماعه، اعرفوا انه عندكم ايام عطله، يعني مثلا مساء الخميس انا عندي جمعه وسبت. اي نتيجه بتظهر على البشره انت بتشوفيها سواء كان بدك تعالجي او تستمري. الموعد هذا اول شيء قلنا نحن بعد ما اتاكد 100% راح فصل الصيف وراحت هذا الشوب كله، شلون انا بدي اجهز حالي؟ تنظيف البشره اول شيء بغسلها بالغسول المناسب، سواء انا عندي غسول صحي او الصابون اللي خاصه فيني، وبدي اتاكد انا ما عندي حب شباب، ما عندي ندب، ما عندي في ناس بيكون مقشب وشهم بتلاقي بيترك اللون الابيض على البشره، انا بتاكد انه كل هذا منه موجود عندي. بلش بالتنظيف الخفيف اللي هو الغسول، بعدين اذا في ناس بتعمل حمام البخار بالبابونج مشان تفتيح المسامات. في كثير ناس بيلجأوا لها، ليش؟ بيقولوا لك انا فتحت المسامات، ساعتها هلا بيصير اسهل بالتقشير. هو فعلا الحمض او الماده اللي حاططيها على بشرتك بتدخل للطبقه الداخليه للبشره بكل سهوله، بتاخذ مكانها وبتستفيدي اكثر، حتى بنحس انه صارت اسرع بكثير. النقطه الثانيه مثلا راح اقول لك على مقشر كثير معروف ببيوتنا، يعني يمكن امي وستي وكله كان يستخدمه. في مادتين كثير مهمين، اللبن، ما في ست بيت ما بتحط لبن على وشها. حمض اللبن كثير مهم، درجه الحموضه تبعه تقريبا 4.2 كثير مناسب لبشرتنا. نحن دائما بنحكي على احماض الفواكه وما كثير بنحكي على اللبن، لكن هو المتوفر اكثر. اذا انا بدي استخدم لبن، بس بدي اعطي معلومه صغيره عن اللبن للصبايا وبتمنى الكل يجربها. بناخذ معلقتين لبن، بحط لهم معلقه نشا وبتخلص من المي زايد، يعني بقطعهم كانهم عم بيصيروا لبنه. مجرد ما حصلتي على هاي الخسره او هاي الكتله وزعوها على البشره، خلوها لمده نصف ساعه وبعدين شوفوا كيف البشره بدها تكون عم تضوي. اول شيء بتحسي فيه هو توحيد لون البشره، ثاني شيء فرق اللون، بتحسي حالك كنتي بلون وصرتي بلون، هذا دليل التقشير وإزالة الخلايا الميتة والتعب يلي بيكون صار. فهي بالنسبة للتحضيرات، دائما بعد التقشير يفضل كريم المرطب يلي بيحوي على البانتينول وفيتامين أ. أكيد، يعني معلومات كتير مفيدة، بنتمنى الكل يكون استفاد منها. شكرا لك براءة حداد الكيميائية. شكرا لكم. كل الشكر لك براءة.